بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباح يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر العام 2023. يوم الخميس هو آخر يوم عمل رسمي لأجهزة الدولة والقطاع العام وأيضا المدارس والجامعات، لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأمناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية ومدى ارتباطها بالحالة المرورية في الشارع المصري. بحمد الله اليوم في تحسن في الأحوال الجوية، سطوع الشمس ورغم من وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر كان لها تأثير سلبي على القيادة الأمنة، لكن بحمد الله لم يتم غلق أي من الطرق. المتابعة الميدانية مستمرة بالنسبة لحركة سير السيارات اتجاه الوزارات الخدمية واتجاه مجمع المدارس والجامعات مع وضع حرم أمني حول المدارس والجامعات لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإرشاد قيادي السيارات إلى ساحات الانتظار البديدة. هذا بالإضافة أيضا إلى تعزيز الخدمات المرورية بمرات الأعمال وإرشاد قيادي السيارات من خلال العلامات الإرشادية والعلامات التنظيمية والخدمات المعنية بنفس الموقع بالطرق والمحاور البديلة. تم تعزيز الطرق السريعة الصحراوية والزراعية بمجموعات الدرجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي وبمناسبة توجه السادة المواطنين عقب انتهاء العمل الرسمي اليوم إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء أجازة نهاية الأسبوع مع الإرشاد والتنبيه مشددا بتعليمات الأمنية المرورية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء السير نظرا لسوء الأحوال الجوية خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر. يمكن أبرز ما لدينا اليوم في نشرة المرور وهو وجود غلق جزئي بطريق الواحات القادم من طريق الفيوم الصحراوي اتجاه مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنفس الموقع. أيضا يوجد غلق جزئي أعلى كوبري الملك فيصل القادم من شارع فيصل اتجاه شارع السودان بسبب إصلاح عدد من الفواصل المعدنية بنفس الموقع واللي هتستغرق لمدة 24 ساعة. الحملات المرورية مستمرة على كافة أنواع المخالفات بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط إيقاع حركة سير السيارات. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بنناشد السادة قيادي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.